سلام البنات، اهلا وسهلا بكم من جديد. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده كي كنقول دائما. واليوم البنات جيت تقاسمت معكم واحد السر من اسراري مره ثانيه، الا هو دجاج الكنتاكي البنات اللي كيجي كي كيقولوا هما مقرمش من برا وطاري من الداخل. شوفوا البنات الشكل ديالو، كنتمنى يكون واضح لكم الصوره. ودابا البنات انا وريتكم النتيجه النهائيه، وهذه بطاطا البنات بقشورها اللي كطيب في الفران بديك البلاستيك الخاص بالشواء، وهذا البنات ديك العصير اللي صايبنا مع بعضياتنا ديال العصير ديال التفاح وخيزو بديك الاله اللي كتخرج غير لو جي. ودابا البنات نمشيو مع بعضياتنا نصايبو الطريقه اللي ان شاء الله تكون ناجحه 100%. وشكرا لكم كي كنقول دائما. غنبداو البنات مع بعضياتنا. عندي معلقه ديال التحميره مخلطه، عندي معلقه ديال الكمون، عندي معلقه ديال التحميره، عندي واحد معلقه ديال الخل، ندير معاهم البنات الملحه، نزيد شويه الخل، ونرقد فيهم في الخيضات ديال الدجاج باش نصايبو ان شاء الله مع بعضياتنا كنتاكي. غنخدم بيدي، من الاحسن يبقاو مرقدين واحد المده عاد باش كندخل نديروهم، غنديروهم يتبخروا. عندي كيكون كندير الماء طايب وكسيكيس وكنديرهم يتبخروا. نقرب لكم، غنديرهم يتبخروا. صافي غنخليهم، غنسدو عليهم نخليهم يتبخروا ونتلاقاو منين تبخروا ونشوفو كيفاش غنديرو نخدموهم. غنسد عليهم الكوكوط، غتصفر ليا غير واحد ربع ساعة وغنطفيها ونتلاقاو البنات. البنات في نفس البول غنديرو نفس العطرية، عطرية مخلطة، كمون، تحميره، شويه الملحه، شويه الثومه غبره، واحد جوج بيضات، واحد معلقه كبيره ديال النشا البنات، وكندير واحد شويه الهريسه. الهريسه ضروري كتجي زوينه فيه، ولكن اختياري يعني، مبغاش اللي عنده الوليدات مبغاش يديرها ما يديرهاش. وغنحركو، صافي نتلاقاو البنات ملي غنخدمو مزيان، نتلاقاو باش نصايبو الدجاج ديالنا. دابا ان شاء الله الفخيضات ديالي هما طابو، باقيين سخانين، وهاديك الخليط اللي درنا غنهزو الفخيضات هكاك سخان وغنديروهم نلبسوهم بهاد الخلطه اللي درنا. ملي هما سخان البيض كيلصق عليهم بحال كيطيب فوق منهم الا انتبهتو. غنغطي هكا غير بشويه عليا واحد بواحد، وعندي واحد هاد لا شابلور عندنا هنا البنات في تطوان كتباع في جميع الحوانت، كدير شي 12 درهم فيها نص كيلو.
كتكون معشبه كل مره، وباش بحال مثلا هذه مصايبه بالمعدنوس، كاينه اللي كتكون بالزعتر، كل وحده باش كتكون البنات كتكون زوينه. انا نديروها في الطبسيله البنات. نوريكم كي دايره الشكل ديالها، شفتوا البنات كيف فيها المعدنوس. ودابا غادي نهز ديك الفخيط اللي درتو في ديك اللي هز ليا ديك الخلطه، وانا نعمرو هنا في هاد لا شابلور بحال هكذا صافي. نخليه هنا جانبا ونصايب واحد اخر، حنا مع بعضياتنا البنات نصايب معكم واحد اخر باش تعقلوا عليه. ديك الخلطه اللي درنا ديال البيض والماي مايزينا النشا والعطريه هكا البنات كامله، وكنديروا هو الدجاج هو الفخيضات باقي سخانين، كنعاود نكرر لكم باش كيلصق عليها ديك قد ما هزات ديك الخليط قد ما كتجي مزيانه. غنكمل البنات ونتلاقاو منين بغاو نقليوهم. دابا ها الدجاج ديالنا مصايب، خليناه يبرد شويه باش تشبر عليه ديك الخلطه اللي درنا، ودرنا الزيت درنا الزيت ها هي البنات سخن، ونتلاقاو منين تسخن لينا الزيت ونبغيو نطيبوه ان شاء الله مع بعضياتنا البنات. مع هذا الدجاج اللي غنصايب الكنتاكي غنرافقو بواحد البطاطا كطيب في الفران. عندي البطاطا غسلتها بقشره ديالها، غسلتها مزيان بالشبكه وغنقطعوها البنات على هكذا طريفات ما نقطعها كامله البنات، ونوريكم اش غندير ليها. نطيبها في الفران غندير معها الملحه والزعتر ثومه بودره وشويه زيت بلديه. وندير معاه واحد شويه التحميره باش تعطينا اللون. غنخلط كلشي البنات وغنديرو في واحد الكيس من هاد الاكياس اللي كنقول لكم اللي خاصه ب كي طيبوا فيها الدجاج في الفران. وندخلوا الفران، ها هو البنات الكيس اللي غندخل غندير فيه هاد البطاطا كامله، وندخلها البنات الفران اللي غنعمرها في الكيس، وغنوريكم كيفاش درت ليها دخلتها في الفران. هاد الاكياس كيجيو معاهم واحد السوينته بحال هكا باش كيتسدوا، كتدخليه بحال هكذا وكتجري صافي كتحطي. غندير لها واحد التقيبات بالموس بحال هكذا منين تنفس، غير وحيدة هكا، وغندخلوها للفران ونتلاقاو منين طيب البنات. البنات شوفو بعد ما كيبردو لنا كنهزهم هكا بيدينا كنتكيو عليهم باش تلصق فيهم ديك الخلطة مزيان، كيكون الزيت ديالنا سخن ونحطوهم في الزيت البنات. نعاود معكم واحده اخرى، شوفوا كي دايره كنشدها كنتكي عليها، لان ديك النشا اللي درنا مع داك البيض كيولي لصق عليها البنات مع ديك لا شابلور هانتوما لاحظتوا شتي صافي. ونحطها البنات شتي كي ملي كتنشف مع ملي كنحطوها سخونه كي كنقول كنعاود كنقول لكم التكرار مزيان فيه فائده. ملي كنحط ديك الدجاج ديالي سخون ديك البيض مع ديك النشا وداكشي كيشربو كامل، ملي كتبرد كيرجع يتلبس عليه وكنحطو يتقلى، والدجاج راه عندي طايب غادي تقلى ليا الخلطه اللي الفوق وصافي. ونتلاقاو البنات نشوفو مع بعضياتنا الشكل النهائي
خاصناهم يتقلاو. قرب لكم الكاميرا. البنات غنبداو نقلبو هادي الاولى اللي حطينا. منتبهتو شتو كي كتجي البنات ولا اروع. تبر فيها المقادير ديالها. خليت لكم البنات حتى الاخر تشوفوا القليه كامله. البنات غنجيب واحد الطبسيل فيه ورق نشاف وغنهزو نحط فيه. نهرب شويه الكاميرا نلقى كينحط. لاحظوا البنات ها القياد ديالي طايب محمر. دجاج كنطاكي بيتي ولا اروع البنات. انا بدات بالفخيضه ديالنا فوق 180 درجه. ديرها في الوسط حطيها في بلاطو ونخليها كطيب على خاطرها. البنات عندي هاد الاله بغيت نتقاسمها معكم. كتعصر البنات الفواكه او الخضار كتخرج غير لو جي ديالهم. انا جاتني كادو البنات من عند واحد الصديقه عزيزه على قلبي كنشكرها. غنطحن فيها البنات خيزو وتفاح وانا اول مره البنات غنجربها معكم. نتمنى ان شاء الله البنات تكون النتيجه مزيانه. انا كنجرب البنات. هي البنات كتبغي ديروا الطريفات تقطعوا شويه صغار باش كتسهلوا عليها الخدمه. بحال هاد الالات البنات كيكونوا زوينين يقولك كانوا في الدار كينفعوا. بالنسبه اللي عندهم وليدات صغار وبغى يدير لهم عصير طبيعي البنات كيشربوه كيعجبهم لان ما كيلقاوش فيه دوك كيلقاو غير سائل. على بال البنات خيزو التفاح راه شي حاجه ممتازه للاطفال. غنشوفوا ان شاء الله مع بعضياتنا هذا العصير. عندها الكويس ديالها البنات فين كتعمر صافي. وكنبقاو البنات غنزيد روج مره خيزو كنقطعوه على جوج والتفاح راه حنا ديجا مقطعينو على اربعه. الا كانت تفاحه كبيره نقدروا تقطعوها حتى على سته صافي. وكنبقاو كنطحنوا البنات وهي كيخرج لينا داك لوجي حتى كنكملوا كاع ديك الفواكه اللي عندنا. البنات غير اربعه خيزوات صغار البنات طريين وجوج تفاحات غير مويانه البنات تبارك الله. انتم غتشوفوا لو جي اللي غتعطينا. دابا انا غير وريتكم البنات باقي الله قلت بسم الله باقي ما كملتش. يعني تبارك الله كتعصر البنات كتخرج العصير. انا غنوريكم البنات دابا دوك ربعه تخيزويات صغار وجوج تفاحات مويان. شوف شحال عطاو البنات غيعطيو جوج كيسان ديال العصير عامرين. لاحظتوا البنات يعني مزيانه هاد الاله البنات. الى كنشجعكم تشريوها. ربعه خاصه البنات كيكونوا كيتباعوا في الجوطيه كيجيبوهم الناس ديال الخارج تقدري تشوفيها ما تعرفيهاش.
الا لقيتوها البنات غير غامروا وخذوها على ضمانتي. وكي كنقول دائما البنات بالصحه والراحه وانا غنفتحها لكم البنات من الداخل تشوفوها كي دايره. هانتوما البنات راه داك العصير كيخرج كيبقى غير ديك سميتو الناشف ديال لا لاحظتوا شتو البنات، وكتخليه ناشف يعني كتخرج الماء مزيان. انا بغيت نتقاسم معكم البنات هاد الاله وصافي. ربما ما قلت لكم ديك النهار البنات اي حاجه غنديرها اي حاجه عندي غنتقاسمها معكم للفائده فقط، وغنكملوا البنات غديوتنا مع بعضياتنا. ها البطاطا البنات اللي درنا في الفران كطيب، لاحظتوا البنات ها البطاطا طايبه طريه كتدو غير بوحديتها. البنات ها الشكيل باش قديمتهم في الطبسيل. الا عقلتوا البنات لاصوص طوماط اللي صايبنا اللي كتصلح البيتزا وكتصلح قدمتها هنايا كتصلح حتى تاكلي بها دوزي بها خبيز اولا تغمسي فيها ديك البطاطا مع ديك سميتو. قدمتهم بهذا الشكل البنات لاحظتوا وكنوجد صافي ومع كويز العصير. وحنا غديوتنا واجده مع خبيز وبالصحه والراحه. كي كنقول البنات دائما اتابونا وبارطاجي وديروا لي لايك دعموا القناه ديالي باش نمشيو بها القدام مع بعضياتنا ان شاء الله. وإلى فيديو قادم إن شاء الله.